خيط حرير يعني الأنثى اللي تمزج الجمال بالقوة. في أشياء ضروري نحن نبتعد عنها، إن شاء الله بنتكلم عليها، وأشياء ضروري نحن نتجنبها. خيط حرير مساحة أنثوية ندخل بها كل بيت ونستعرض الواقع من منظور أنثوي بحت. المدرسة الواقعية اللي ينتموا للمدرسة الواقعية هم يحلوا مشاكل الواقع بالواقع. سنستعرض أيضا من هذا المنظور الأنثوي كل الخيوط الأخرى اللي تساهم في بناء الأسرة المثالية وتساهم في الحفاظ على استقرار المجتمعات. هل الزوج يحق له أنه فقط هو يعرف كل ما هو عن المرأة والمرأة لا يحق لها؟ احنا نقول هذه العلاقة الزوجية تكون مبنية أساساً على الثقة، لأن الأنثى هي أروع شيء على الإطلاق.